بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الاقتباس يا جماعة بتاع النهاردة بيقول لك if you are going through hell، لو انت ماشي وسط الجحيم عبر الجحيم keep going، يعني كمل. ايه معنى الجملة يا جماعة؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. مش معنى انت تروح جهنم برجليك مثلا وتكمل، لا مش ده المقصود. المقصود يا جماعة الجملة دي ان انت ساعات في اوقات بتحس انت في جهنم حرفيا، بتحس انت يعني الدنيا شديدة قوي عليك. بيقول لك كيب جوينج، كيب جوينج مقصود بيها ايه؟ مقصود بيها كمل في اللي انت بتعمله، كمل في الحاجه الصح انت بتعملها. ساعات مثلا تلاقي نفسك بتذاكر بس مفيش فايده من المذاكره، او مثلا مش حاجه مفيش فايده يعني الدرجات وحشه، الدنيا صعبه، في ازمه حواليك كده، كمل. هي الفكره دايما انت تكمل يا جماعه. لو بصيت لواحد ناجح في مجال معين، واحد تاني فشل في نفس المجال، هتلاقي الحاجه الوحيده اللي جمعت بين الاثنين، او الحاجه يعني اللي خلت ده ينجح وده ما ينجحش، ايه هي؟ الاستمراريه. هي فكره الاستمراريه يا جماعه. لو واحد عنده استمراريه في حاجه معينه بيكمل مره والتانية والتالتة ما بيزهقش، او زهق فتره بس رجع تاني، ايه فكره انت تكمل؟ في ناس برضو فاكره استمراريه حاجه كده. بصوا يا جماعه، في ناس فاكره استمراريه مثلا خط مستقيم الواحد ماشي كده مكمل، لا لا ما بيحصلش ده. بتبقى مكمل وساعات بتقع، وساعات ممكن تقعد شهر اتنين تلاته ما تصورش مثلا فيديوهات على القناه بتاعتك ولا ما تعملش حاجه، في الاخر ترجع تاني. بيحصل لي كتير، ممكن اقعد شهر شهرين تلاته ممكن 4 شهور 5 شهور ما تكملش بس ترجع تاني بعديها. الفكره دايما انت بتكمل في الحاجه اللي انت اتحطيت فيها. ما تيأس، ما تفقدش الامل في مره مرتين وقعت تقول خلاص دي النهايه، لا. ما الاستمراريه يا جماعه مش خط مستقيم، الاستمراريه عباره عن خط بيعلى وينزل، بيعلى ايه؟ يعلى وينزل، بس كده. صلى على رسول الله، بس الصلاه.